يمكن اجي لك ايه، يعني ايه قصه الانضمام، بدات ازاي، مين اللي بدا معاكي، هل هو كان كلام من فتره ولا كان حديث، كلمين عن ظروف انتقالك من الاهلي. الموضوع بدا اول ما السيزون خلص. كابتن حمدي طبعا متابع اللعيبه وعارف هو عايز مين، فبدا يتكلم معانا وانا عايزكم معانا في الفرقه، واكيد وافقت على طول، يعني ده عرض ما ينفعش حد يرفضه. ف يعني قلنا خلاص تمام ومفيش مشكله، وبدانا ان احنا نعمل نمضي العقود وتمام، والموضوع مشي على يعني طول. الموضوع مش قديم، هو بعد الموسم على طول، يعني ما كانش كلام من سنه فاتت من سنتين، يعني الكلام كان من بعد الموسم. هو كان في كلام قبل كده بس يعني ما كانش حصل نصيب، بس المره دي المره دي كان كان. طب وهو يعني انتوا يعني مميزين جدا في نادي الشمس، لعبات مميزات، وحتى كان لكم بصمه كبيره مميزه، وصلتوا نهائي بطوله افريقيا في 2017، وبالمناسبه انتوا خرجتوا الاهلي وضايقتونا جدا، بس طبعا دي رياضه يعني بنهزر طبعا، ولكن يعني ما شاء الله ليكم بصمه كبيره جدا مع نادي الشمس. هل لما انتقلتوا النادي الاهلي كان نادي الشمس حابب يتمسك بيكم، ولا كان عقودكم خلاص خلصت؟ احنا كنا كانت عقودنا خلصت بالفعل، فيعني كان الموضوع احنا عايزين نعمل ايه، يعني شوفوا مصلحتكم وعايزين تروحوا فين. بس يعني ما كانش فيه ضغوط، يعني قصدي اقول انا فري. بالظبط، يعني ما كانش فيه شد وجذب كتير، ولا طلبات ماليه من النادي، انتوا كنتوا فري. لا لا، كنا فري، فالموضوع الحمد لله خلص على طول يعني.